طابت أوقاتكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عبر الخط الأخضر. سنعرض مع مراسلي البرنامج إلى جملة من قضايانا السياسية والثقافية والاجتماعية، ونبدأها بتقرير الزميلة سماح بصول بعد زيارتها لمدينتي اللد والرملة. نعم أسماء، فبالإضافة إلى التضييقات العديدة التي يمر بها أهالي اللد والرملة في حياتهم اليومية من قبل السلطات الإسرائيلية، يواجهون الآن شبح هدم البيوت الذي يهدف إلى اقتلاعهم من أراضيهم. دعونا نشاهد التقرير. بطلعش، وقلت لو هدموا أنا مش راح أطلع، مش راح يعني لما يجوا يهدموا أنا أصلا مش راح أطلع من البيت، يعني يصير ايش ما يصير انا مش راح يعني يمكن يطلعوني ميتة. يقع الفلسطينيون في المدن المختلطة داخل الخط الأخضر تحت طائلة التهديد بالتهجير بوتيرة متصاعدة، وتعتبر مدينتي اللد والرملة في مرمى استهداف السلطات، سواء كان ذلك استهدافاً محلياً متمثلاً بالبلديات أو قطرياً متمثلاً بالحكومة. الأوضاع اللي موجودة هون بتشابه أوضاع مخيمات لاجئين، وإحنا منقارن حالنا كمخيمات لاجئين أكثر ما إنه إحنا تابعين لمدينة. لو سميت مخيمات بتعيب المخيم، بينما لو أبعدنا على مسافة كيلومتر عن هاي الأحياء تجد هناك أحياء اللي فيها المساحات الخضراء، فيها الألعاب، فيها جميع المرافق اللي لازمة لراحة الإنسان ورفاهيته. إنها حرب على الحق في الحياة، حرب يخوضها المواطنون في هاتين المدينتين، بدءا بالتصدي للتضييقات والمضايقات وصولا إلى وقوفهم بوجه الخطر المباشر الذي يهدد حياتهم. ولا تخلو هذه الحرب من عنصرية تطال حقهم بالتعليم والصحة والخدمات الأساسية. في أولاد هون معنيين يتعلموا، بدهم يتعلموا، فش عندهم إمكانية متاحة أنهم يتعلموا زي ما هو لازم، يعني الوسائل الراحة التعليمية مش موجودة. في عندنا مشاكل في التعليم، في عندنا مشاكل في مجال الجريمة، في عندنا كثير من المشاكل. لكن هذا اللي هو أمر الهدم، أوامر الهدم أو قضايا الهدم هي اللي الآن اللجنة بصددها، لأنها هي اللي يعني أكثر ضغط وشيك، يعني ممكن يتم هذا الأمر في كل لحظة. ولعل أقصى ما يعانيه السكان في اللد والرملة هو محاولات اقتلاعهم من أراضيهم وإصدار أوامر تهدد البشر والحجر على حد سواء، دون أن تقدم السلطات أي بدائل. فخطر الهدم أصبح شبحاً يحوم حول أعداد كبيرة من البيوت يصل عددها إلى المئات، ليكون مصير السكان التشريد والبقاء دون مأوى. بالرملة في حوالي 15,000 نسمة اللي بيشكلوا 20% من السكان، وحوالي 60-70% من السكان العرب عايشين بوضعية غير قانونية. هناك في حوالي 150 أمر هدم، هذه حسب معطيات من البلدية. في اللد في هناك حوالي 22,000 عربي ساكنين في اللد اللي بشكلوا حوالي 30% من السكان، وغالبية الأحياء يعني نقدر نقول 80% من السكان العرب عايشين بوضعية غير قانونية. كل عيشتنا وقفت عند المحاكم، كل ما بدنا نسوي إشي، بدنا نسوي لنا مشروع، بدنا نسوي أي شغلة بنأجلها لبعد المحكمة، تيجي المحكمة بأجلوا كمان تاريخ، بنأجل كل إشي، صارت أجلنا لبعد المحاكم. يعني خلوا بيوتكم وروحوا، هاي الموجود، أنتوا لا يحق لكم العيش، أنتوا عايشين في البيوت هاي بصورة غير قانونية. إذا فعلا صح ادعائها يعني أنه هذا الإنسان مخالف للقانون، إنها تظلها ترجئ أوامر الهدم حتى ينجز هذا البيت ويشيده تماما ويدخل فيه، هذا عبارة عن عقاب، عبارة عن زج، يعني احنا بلغة أخرى بنقول إنه هذا كل هذول الأمور مجتمعة عبارة عن إنه السلطة تقصد من وراء هذا الكلام إنها توري هذا المواطن الطريق إلى خارج المدينة. لا لنكبة ثانية ولا لطمس تاريخ عروبة المدينتين، هذا ما يرفعه مواطنو اللد والرملة رجالاً ونساءً في وجه سياسات الهدم بكل ما أوتوا من قوة، فهم مصرون على خوض معركة الدفاع عن منازلهم مهما كلفهم الأمر.
احنا يعني الرساله تبعتنا بشكل جماعي وكلمه واحده تبعت سكان الرمله واللد من العرب انه احنا نكبتنا مزبوط مستمره. نكبتنا ما كانتش بس بال 48، بس في هناك حاله من الثبوت وحاله من النضال اليومي على انه احنا موجودين في هالبلد بشكل عام. يعني من كل عرب الداخل ما في اي واحد حتى الاطفال منهم انه بيخطر بباله، مجرد خاطر بباله انه يترك بلده. انا مش شايفه ولا واحد ابدا مني انه يكون هون. هون انا اللي لازم اكون، مش اي واحد تاني ولا اي بني ادم غيري اولى في الارض اللي انا عايشه فيها. احنا انولدنا، اولادي انولدوا هون، احفادي انولدوا هون، ورايحين نضلنا هون. مهم نأكد عصام انه حجه هدم بيوت غير قانونيه هي حجه واهيه بالاخر، لانه هدول الناس اصلا فيش عندهم اراضي يبنوا عليها، واحد بسبب سياسه مصادره الاراضي، واثنين بسبب عدم توسيع مسطحات القرى والمدن العربيه. طبعا اسماء، وهذا الوضع طبعا مش موجود بس في مدينه اللد والرمله، انما ايضا موجود في باقي القرى والمدن العربيه اللي قسم منها تطرقنا اليه في حلقاتنا السابقه، وقسم اخر رحين ان شاء الله نتطرق اليه في حلقاتنا القادمه. بس صار موعد تقرير اخر اسماء. ان تقرا الروايه الفلسطينيه التاريخيه لست بحاجة إلى كتاب فقط، فالفن المعماري في بلدة الناصرة القديمة له روايته الخاصة، يطلعنا عليها الزميل ريمون مرجيي.